السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم يا عيال الحلقة الثانية من لعبة هيل بليد سانوا ساكرفايس يا عيال. طبعا زي ما قلت لكم نحن راح نختمها ان شاء الله قبل بداية الجزء الثاني بإذن الله، وراح نلعب الجزء الثاني في القناة. المهم ما بنطول في المقدمة على الحلقة الثانية، قتلنا الزعيم الأول، راح ندخل على الزعيم الثاني ان شاء الله، وهيا بنا. طيب يا عيال، هنا محل ما وقفنا صحيح، وكان الزعيم هنا. عجبني الدارك اللي فيها يا عيال مرة. طبعا اوكي يلا ليتس جو. هنا جلدنا الزعيم الاول، هذا العرش حقه كان بصراحه كان قتال جميل. زعيم ديزاين رهيب بصراحه، متحمس للجزء الثاني، ابغى اشوف ايش عندهم. كان رجل مضطربا، راح يتحول الى عبد، لقد عذبوه واخذوه معهم. ميت هو اوريدي، فقادوه الى الجنون. نشر هذا الشكل، عالم جديدة في عالم. يعني هي جالسة تعيش الأحداث تقريبا اللي صارت للمكان هذه عن طريق دروثي، هو اللي بيحكي له وهي جالسة تعيشه. ما أنا أقول لك كله حقيقة من الألعاب اللي أنا مرة عجبتني. قبل سنة التواصل عميق بين أهل الشمال والظلام. كانت قصص هيل حقيقية. تعلمت كل شيء حتى تكمل ايضا ترى ما يمكن ان يراه. شايف انه وصلت لدرجه ان هي جالسه تقدر تشوف الشيء اللي هو شافه. دروث شفت بعد ما قتلنا الزعيم، دروث بدا كذا كانه تعبان وبيختفي، يقول له خلاص انت الحكاوي حقيتي كلها معاك، وانت راح تعرف زي ما يقول لك خزنتها في راسك في الميموري حقي. ما انت ملاحظ يقول لك هي جالسه تشوف كل شيء دروث هو شافه. يمين، لا من هنا اتوقع، من هنا. هذا عشان كذا جالس نعيش احداث انه الدنيا انحرقت وبنحرق وما ادري، وهي ترى الوجن كلها من الاشياء اللي جالس تشوفها عن طريق دروث. واو والله حرق ام المكان، حرق يعني مو صاحي ذا. لا والظاهر انهم كانوا بيتعبدوه كمان. يعبدوه وحرقهم بالاخير. هل مت من قبل؟ انه سؤال مهم. انت ببساطه توقف عن كونك موجود. طيب كلام مهم ده. على الرغم من الامر قد لا يبدو بنفس الطريقه بالنسبه للاخرين، لانك تعرفين عندما يكون حقيقي. شخص غريب بداخلك محتار ولا شيء يعود مثل ما. لقد مات سنة ثلاثة مرات من قبل، وهي على وشك الموت مرة أخرى. يعني ماتت ورجعت ولا إيش؟ ثلاث مرات. طبعا هذه البوابة الأولى، طبعا خلصناها انتهينا منها. هنا البوابة الثانية. على طول. طيب اصبر، خلينا شوية لسه اسوي شوية سكيلز مهارات. اقول اذا حبيت تموت. طيب ايش اللي اوكي هذا يجري. والله جابني. هذا الظاهر انه يعمل هيلث كمان في نفس الوقت، اذا ما خاب ظني. والله كثيرين يا عيال. حلو. واو 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 واو. ارجع باك، ارجع باك. اوه المشكلة بركز على واحد بس. جلد. حلو الفوكس. اوه حلو. اجل اجل.
هيفي. قومي 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 قومي. والله جليل ده. واو ارجع ارجع. بدا قال نقول ليتس جو. طب خلينا نضرب رجولنا. ايوه اعطيه برجولي. حلو. دايم على البويسز يا عيال. فالرافن. فالرافن. Ancestor of the seers and master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion. قوة الوهم يحتفل على هذا وهم. لا شكله غثيث يا عيال. باين عليه كذا غثيث. Follow the path to Valravn and defeat him in battle. في معركة تحصل على علامته. The gate to Helheim cannot be opened without it. Helheim cannot open without it. طيب يلا. طبعا زي ما قلنا اول شيء قتلنا اللي كان الزعيم حق النار ما نسيت اسمه دحين هذا فالران ما ادري فالرفان حاجه اسمه زي كذا لسه عاد ما حفظناه الزعيم الوهم وذاك النار بس ذا حيكون شكله هيدك كذا يعني. طبعا انا قلت اول بقول اللعبه رتم بطيء في فوكس في الجلد يوم تخش في القتالات شايف زي ما شفت على الاعداء. ثاني حاجه الاشياء اللي بتشوفها في العالم كلها القراءات البسيطه دي زي اللي دحين بشوف انا مهمه ليه؟ عشان تفهم القصه عشان تعيش دور القصه لان من الاشياء اللي مركز على موضوع القصه مره كثير والشخصيه. إيمير كان عملاق الجليل. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. Okay. But there was another who came from the ice, Buri. In shape, he was like a man. He was like a man. He got more than زيادة علينا. Took a fair giant to be his wife, and they had three sons. يكون كبير على أكثر أهمية. طيب دقيقة خلينا نشوف الإنارة دقيقة. يب معلش دحين أفضل. افضل من اول جلسه احاول اضبط اللون لان حسيته مره دارك زياده عن اللزوم وغامقه معلش بدايه الحلقه كلها بتكون بالشكل ده. طيب خلينا نطلع من فوق خلينا نطلع من هنا. هذا جسر. ما ندير تفك. يا اخي حلاوه انه ما في اي علامه في الشاشه. اضغط مثلا اي اضغط لا ما في رهيبه يا شيخ عجبني يا عيال. حتى في القتالات خش ومغامر. اوه الوجن صاحب الاوهام شايف؟ هذاك تعدي بوابات عن طريق النار. احنا جميعا نريد ان نرى ما وراء الحجاب اليس كذلك؟ هيا بنا سنوا. حلو هناك تعدي بالنار عيش الوهم او تعيش الاشياء اللي بتشوفها بتنحرق وما ادري وتعدي المكان. هنا لا شوف الابواب المخفيه لانه هو من لم يكن السنوى ابدا اغلاق عينها. انا قاعد احاول بجد اتوسل. واو الطريق مش الطريق الصعب جدا ذا اللي انت جالس تعيشيه على الزعيم على طول عيال ولا ايش؟ هذا الثمن الذي تدفع رؤية الأشياء بطريقة مختلفة. لأنه مجرد أن تحكم في الظلام التام فهو يبقى في داخلي فيستطيع أن يراك أنت أيضا. أوه.
مع انه الساحة كده تحس انها ساحة قتال. قايل لكم يا عيال والله الساحة ساحة قتال. واضح يا عيال. كمان. Show me what you got. أبوه دائما يجيب الضربة دي. لكن يبغى لي أضرب الثانية. ما أضرب الهيفي. It's near the end. أنا دائما أضرب الهيفي أتاك. أثنين. والله حسيت من يوم قال قبل ما تقول بهايند حسيت انه بيضرب. حلو. انا جاهز للجزء الثاني بكل حدا. ابوك يا لوسك. تعال هذاك تعبان ريح هناك. ابوك باي. واو انا اللي متحمس زياده على اللزوم ولا فعليا القتال حقها حماس؟ انا اشوفه حماس. She will find what she's looking. اوكي لا القتال حقها ممتع. فحن تحس انه واحد ضد واحد لانه فوكس انت على واحد تتجالد معاه وتشرد. اوكي هذا الباب برضو وهم لازم نفكه بطريقه معينه. اوكي ولا ندور الوهم اللي تملك الباب. انظر حولك مختلف تماما. اوكي اوكي ممكن نجي من هنا. لا مدينة نطلع من هذه الجهة. خلينا نطلع فوق. فوق مدينة ما مدينة. افا فك الباب. ما ركزت على الموضوع ذا. اوكي انا ما ركزت قدر ما انه انا بطلع من الجهه الثانيه عشان اقدر ادور الحل. يلا من هنا. ياب استخدام على. اوكي خلاص فكيناها. لقد تغير شيء ما. هل يمكنك الشعور به؟ يعني فيل لا تمتم خفيفة وتسمع بعض الكلام وبعض الكلام ما تسمعه ترى. المطور كذا مسويها. عارف تسمع كلام بعضه ما تسمعه ترى. يطلع لك بعضه مترجم بعضه ما يطلع مترجم. اسمع بس وسوسة. واو. واو. Crossing into another world. العبور على العالم غير شبه. Looks the same but feels different. Looks the same feels different. عالم خادع حيث الغابة بنفسها تراقب خطواتك. في عيون. عيون في عيون في طالع والله في عيون شايفين. What the hell. ما تسمع تقول كأنه الغابة تراقبني فعلا. شوفوا في عيون في الجدران. شوفوا Valravan. طيب نيجي من هنا. نرجع من هنا.
لا يتكلموا بوابة ثانية. المكان مو آمن. أرجعي. ما تسعيف. ما. شوف شوف شوف. لا أتوقع إنه زي كذا. ياب أتوقع إنه زي كذا. شوف اللي أنت بالفن يجب عليك التركيز. If you hear the song of Unraven, follow it. And if you hear the song of Unraven, follow it. And if you hear the song of his illusions, you can't always trust your eyes. هذا هو. يقول انتبه من الذهب. أبوك يا الوسخ اختفى. شو يوجه لي من فين؟ أبوك وما بالوهم اللي جالس نعيشه ذا. طيب دقيقة، أنا حاسس في طرق كثيرة بس. أوكي أوكي هذا ما له داعي من هنا. شوفوا شوفوا شوفوا. طريقة لن تكون هذه المرة الأولى في الشتاء الماضي. المأساة سافرت إلى البرية لموطنها الأصلي وكانت تعيش على تناول التوت. من هنا من هنا. اوكي البعض مثل درويد أصبح مثل جيلت في البحث تفجير بينما تكفير بينما الاخر من السنوات يسعون للتطهير من اللعنه. هؤلاء الذين ساعدوا ما قد لحقت اقرا الكلام كله. احس انه نحتاج هذا ما ادري ليه. فك الباب. بنيجي من هنا نكمل نشوف. نفك الباب هذا. يقول بعضهم سعوا للتطهير وبعض ضامنهم يبي يفكوا اللعنه التكفير لذنوبهم. بعضهم الظاهر يبغوا يطهروا نفسهم من اللي فيهم زي سنوة. اوكي طب في عده طرق بس خليني قبل ما اعدي من هنا خليني اجي فوق اشوف قبل ما نقعد نحوس. انت غبيه. She can get up now. لا يمكن ان نهض الان لابد ان ذاك السحر. طب دقيقه. Raven tricking her. Raven. How can she get up? Wait. Dark magic draws her closer. اكيد في طريق من هنا. It's not him. It's a trick. She's doing it on her. اوكي 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 اخيرا انتبهت له. شوف لما نعدي من هنا ايش يطلع؟ يطلع الدرج. من اول ما كان فيه درج، دحين لما ترجع من الجهه دي يطلع الدرج عشان تطلع فوق الخشبه دي وتقدر تفك الباب. يلا رجعنا كذا نرجع من هنا. حلوين حلوين والله من جد ماستر الوهم. خلانا نتوهم كثير يا عيال. بس حلوه طريقة البزر، حلوه طريقة الالغاز اللي جالس يسووها. طيب نيجي من هنا، شايفين الدرج جاهز؟ ندخل؟ يلا روحي. هيا. ايوه هو الدرج ذا اللي نبغاه. الحين نقدر نفك البوابة. يب. ليتس جو.
بداية المشروع هلب ليد يا عيال، والله أذكر بداية مشروعهم. طبعا كان تمويلهم الشخصي وشغل الاستوديو الشخصي بجميع عارف مواردهم، ما كان في أي تعاون معهم من أي استوديوهات ثانية، حتى النشر كان نشرهم بس نزلها في البداية على البلايستيشن، ولما نجحت نزلت على البي سي بعدين الاكس بوكس. صراحة برافو عليهم. يلا يلا فكينا البوابة، والله تعبتنا البوابة دي شوية. أنا صار خوف وأنا أفكر في الشباب. هذا جو الليل إذا كان أمر هذه البساطة. هنا في شيء؟ أسوأ أنواع يأتي دون سابق إنذار، إشارة عميقة بداية التبع من الداخل. هذا لا يعني أنه ليس موجود. شكله في عدو مخفي. يقول إذا أنت ما شفت التهديد مو هذا مو يعني إنه إيه إيش اللي صاير؟ قال لكم واو لا يا رامي بيجيبني والله يا ستة الجلد يا عيال. اوكي يلا ناخذ جزء من الاحداث القصه. In order to receive they tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree and he stabbed himself. طبعا نفسه برمح وقام بالتضحيه بنفسه هذا اودن. The sacrifice to himself for 9 nights. لا ما له شيء لمده 9 ليالي. And at last, he saw the runes below him. He gave a cry, gathered them in his mind, and learned. Allah didn't that kind of kabir, yeah. Then he fell from the tree. Ah, this is one كان was a kind of kabir, living in their time. And everything he says, he knows from his head. Crazy, look at him. I don't know how to believe him. Allah, he kept himself 9 days. Why? Then he came اوكي. Do you know what it's like to leave everything behind? منزلك واحبابك اللي توجه نحو البريه ورموم من غير رجعه. Loved ones.
الله يخرجنا من ذا يعني. شوف يراقبنا في كل محل شايف؟ شايف؟ سينما أقدمت على ذلك حيث عندما يتحدث الظلام يتغير كل شيء. حول الوطن إلى أرض غريبة. حقيقي. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. فعلياً 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 ناس يكون عندهم مرض يعني نفسي الله لا يبلانا ويشفي المريضين يعيش الوهم ذا فعلياً يكون معاني معاناة شديدة جداً بينه وبين نفسه لما يجلس لحاله يعيش هنا عالم ثاني ترى فعلياً سائر الناس كثير يبقى عارف يصير حرب داخلية بشكل مرة قوي وأصعب الحروب هذه يعني عارف الحرب النفسية اللي بينك وبين نفسك اللي ما أنت عارف إيش حلها طيب خلينا من حركاتك أنت ذحين يا لصق خلينا من حركاتك إنه معاه حركات كثيرة ذا يمشين يمين يسار نيجي هنا ناخذ العلامه يب هذا العديد منهم كثير هلا بسيد الاوهام والله في كثيره منا يا عيال اجل فين الصح والله انا بتعبني دي اكثر من اللي قبلها اثنان منهم ركزي نبدا نركز لا تعال من هنا هذا مكان بالغابة انا غابة اوكي She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own. يا عيال انا مركز مع الاصوات اكثر من مركز مع الطريق. مركز مع الاشياء اللي جالسين يوسوسوا لي فيها. She wanted to marry Dillian. She wanted to marry Dillian. She thought her curse would affect him. شفت يعني المرتين اللي راحت انت عارف كيف تحلها والله البيلد حق اللغز والاوهام اللي انت بتسويها برافو عليهم صراحه طيب خلينا نسيبك من هذا كله ونسيبك من هذا خلينا نجي من هنا نشوف ايش فينا لانه انت لو بتفكر انك تمشي في عالم المكان او في الماب اللي موجود وكله عباره عن لغز كله لغز كيف انت تفك البوابه كيف تجي من هنا تشوف من الفيو المعين عشان يفك لك الطريق المعين حلو There was a very wise being named Mimir. Mimir guarded the waters of wisdom which flowed from the roots of the world. Mimir اختلف عن الثاني دقيقه صدق. But he had to pay a price. So لذا اقتلع عينه وقدمها الى his own eye as offering to Mimir. Oh he drank from the well. تاجر الواحدة المقابلة أودن أعطى ميمير عينه طيب نجي هنا هنشوف ليه يبقى نرجعها أوكي نحن اوريدي فكيت الباب طيب اوريدي فكيت الباب لازم نرجع نقفل المكان
الجهة ذيك. نرجع للبوابة دي، نخلي الجدار يتقفل ونرجع ندخل ثاني مرة مع الباب. حلوين حلوين. بعد نرجع فكينا البوابة، ندخل مع البوابة نقدر نعدي مع الطريق هذا. اوكي هناك برضو فيه. يلا وصلنا، والله علامات كثيرة يا عيال موجودة. طب نركز كذا قبل ما يكون اختفى جزء منها. اوكي شايفين اختفى جزء من العلامات. Out in the wilds, in the cold winter woods. She no longer felt fit for this world. She almost gave in to the darkness. قمت شوي بعد العلامين أسفها أستسلم بالكاد للظلام. أوكي شايفين جزء من العلامات اللي متواجدة في المتعلق عشان تفك الباب اختفت. فنحن لازم ندور الروح الصحيحة. خلينا نروح الجهة الثانية، احنا لازم ندور الصحيح فيهم. هذه من هنا، لا طب نيجي ننزل. نشوف في طريق للجهة الثانية. من هنا طلعي. No. نطلع من هنا. لا لا كمان نو واي. طيب طب نحن فين استفدنا من المكان ذا؟ خلينا نشوف نتأكد كيف استفدنا. هذه البوابة يا با، انا اقول لك حسيت انه ما في فايده، لازم فيها فايده. فكت لي خشبه، ولا نقول مربوعه، ليست خشبه، مربوعه كبيره كذا محطوطه، شايفينها هذه هي. اوكي خلينا نفك الجسر اللي هنا، اتوقع انه راح نحتاجه بعدين نطلع فوق. خلينا نفك الجسر اللي هنا، فك الجسر ونرجع. اوبا طيب what do we have here. اوكي اختفت مجموعة، لقد فعلت الغربان ذهبوا، لا ما زال هناك، ما زال والله اختفت مجموعة. كلما تعمقت اكثر في النظر الى الظلام كافحت اكثر لرؤية اي شيء. اوكي and the glow, the smallest hints of shape. أصوات الأفضل تنمو على طول التي تستهلك قوتها تماما. فالحين بقي واحدة هنا. The darkness had her in its claws. نشوف. فإنه هنا باقي واحدة، هنشوف. هل هذه راح تفك لي؟ يب! خلاص أنا لو رحت هناك بلف. رفعتها.
broken. The gate is open. The gate is open. There is no such thing as victory when it comes to the darkness. متعدى الانتصار عندما يتعلق الأمر بالظلام. لكن يبدو كما لو كان لا يريد أن يقتلها بعد. بضيع وقته عندما تكون في أضعف حالاتها سينقض عليها. طبعا هذا سيد الأوهام. هل يمكن العثور على الدين قبل الحين وقتها؟ هل راح تلاقي ديليان وتنقذه من الجحيم قبل ما تموت؟ توقع علينا الزعيم. ما عاد فيها مجال. هلا هلا والله شايفين منتظرنا. السلام عليكم. كفاية وهم ها؟ عانى وقت الجلد. ايوه لسه انا اقول لك كفاية وهم الا اختفى الوسط. لا لا قتال قتال. بنسبة كبيرة انه راح اتقاتل معه اتوقع. عليك التغلب على الوهم الأكبر فلا تعرف أنك ستفين قيام بذلك. أنت تمتلكين البصيرة. You have the sight. We can fight it together. تعرف دروث بدأ تسمع كلامه. أنا ردي عاشت الوهم معاه هناك ونقل كل معلومات وأفكاره وقصصه لها. فالصوت جديد انضم من الأصوات القديمة اللي كانت موجودة ردي عندها. عندها صوت كثير هي بتسمعها اوريدي. معناها صح. اوه اجواء اللعبه يا عيال تكون فشاريه حقيقه. دقيقه هنا نشوف كذا اتوقع انه كذا. Speak to me, Druth. Tell me a story. Senua. Ah. Listen. I will tell you the tale of a man called Findon. Findon? The Northmen captured Findon's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and night without food or water. Then they released him. I don't know why. Okay, okay. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast. It was at a hall near the sea. They betrayed him to the Northmen, who enslaved him. And took him to hell. 6 years later, the slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findon made his escape. What was Findon burnt away that day? But from the flames, a new man stepped forward. لا دروث دروث الرجل الذي أنا. أوه قصته هو. هذه طريقة موته. وكيف انه هو اوكي فندن never set eyes on his dear sister again. فقد وجدتك انا دروث يا سينوا. I found you سينوا. حلو قصته. هو كان اسمه فندن وقاب قصته وعذبوه وفي الاخير كان يدور اخته وما لقي اخته وحرقوه في النار لانه انت شفتوا احداث دروث طلع معانا هو في عارف في النيران هناك. طيب دحين نحن كم عدينا شوي اوكي دقيقه نحن نبغى نوصل اوكي من هنا ممكن لو مقفل. ركزت على القصه مره بشكل عالي. اوكي نجي من الخشبه دي تقريبا. خلينا نرجع هنا خلينا نطلع ثاني. شكرا والله يا دروث. شكرا على القصة الشيقة الجميلة صراحة لدرجة انه انا كنت العب ومركز على كل كلمة يقولها وماني مركز في اي حاجة ثانية حقيقة.
واو. الله وصلنا عند العش، عند عش الغراب ذا سيد الأوهاب. ركزي. هذا الظلام عارف انه عاد من اجل It's coming back for me. ايش لا تقول لي ماتت كمان. يعني انا اتكلم على لعبه 2017 بالله فوكس على الديتيلز اللي في وجهها. برافو. I remember. It didn't end well in the wilds. It never does. ايش بياكل فيها ذا؟ والله كانوا بياكل فيها عيال. Can overcome the darkness. Make sense of it. يهاجمكم العدو بك في دواما بلا امل. عارف كانه بياكل فيها ينقر فيها. Throwing you helplessly back into the maelstrom. Drowning the mind in fear. Deeper. Deeper. Dragging you down so far into the void that maybe this time there's no coming back. But there, in the darkness, Senua. She remembered what he told her. Hear me. Reach out to me. Senua. Take my iron mirror. Look into it. For it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus! 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 No! Woo! You now. You led me to the wilds. You trapped me there. Ha! يا الغراب. الله جامد هذا. جامد هذا. طيب اوكي فوكس. ارمي. ما جبتها. حلوين. Come on. مو سهل ذا. مو سهل مو سهل.
بيسوي؟ حلوين. اوف. بيرمي بيرمي سكين ولا ايش؟ بدأ يشده بدأ يشده بس بدأ يشده شوية. بدأ يشد الوسخ. اوب. بدأ عارف يسوي حركات مرة كثير. بس انا فوكس معاك. بس انا فوكس معاك. انا فوكس معاك. اوب. جاب النص. لكن خلينا نسوي الحركة ذي. Come on. والله مو سهل. فرح فرح فرح. يب يب فينش مرة ممتاز. والله فينيش فالرافن واحد مفتح البوابه المؤديه الى هيلهايم. هولد ات ان يور مايندز. وكان ثاني علامه والبوابه. With every battle the darkness grows stronger. Every victory bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? ليس كذلك. In those dark winter nights in the wilds there were times when she considered letting go. If it weren't for truth, لم تكن دروث موجودة وتتاح لها فرصة لقاء بري لم تكن تسمع قصص من أهل الشمال. عن أهل الشمال. And she would not have this chance to find Dillian's soul. روح ديليان. أنا قادمة. واو. حلو التغيير من الظلام جدا الدامس والمظلم والعالم والموحش الى عالم كذا منير ومريح وعارف وتحررت من جزء من الظلام اللي كان فيها مع انه ما زال يتآكل فيها ويربط في يدها مره كثير.
أنا متحمس للجزء الثاني بشكل لا يوصف. طبعاً هنا الحلقة الثانية خلصناها، يعطيكم ألف عافية، خلصنا البوس الثاني، راح البوابة نخليها للحلقة الجاية بإذن الله، نخش أحداث البوابة نشوف إيش معانا، هل راح ندخل هيلهايم، هل راح ننقذ روح دولين أو ديلين 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 معليش حبيبها أو زوجها تقريباً، والهيد اللي وراها هذا والوسوسة باقي ما عرفنا عنها حلول كثيرة. أنا يعطيكم العافية، نهاية الحلقة الثانية، لا تنسوا النشر واللايك ودعم القناة. السلام عليكم.